من أنا صغيرة كنت أسمع هالجمل إن كرة القدم حق الأولاد مو حق البنات، ليش ما تلعبين رياضة ثانية؟ وهالصعوبات للحين نواجهها طبعاً، دائماً أذكر نفسي إن هذا كان شغفي. أنا أحب الرياضة يعني بشكل عام، الباسكت، كرة قدم، ركض، جيم، كل شيء، بس كرة القدم كنت أستمتع فيها أكثر، فأظن هذا هو الشيء اللي خلاني أتمسك فيها. في وقت حجر الصحي كان في وايد تحديات أونلاين، هو أحس اللي أعطاني الإنسبريشن أن أدور على تحدي عالمي هو الجينيس وورلد ريكوردز، فدخلت على الموقع عندهم ودورت وحبيت أنه يكون شيء في كرة القدم طبعاً لأنه شغفي، فدخلت وحصلت هالريكورد الهوت ستيبرز، وما كنت ما أعرف الحركة أصلاً، بس شفت الفيديو شوي وحسيت أني فاهمة الحركة، فتمرنت كم من أسبوع وجربتها. أول ما استلمت الشهادة كان طبعاً كنت وايد سعيدة وفخورة، لأن كان اللي قبلي كان ريال أجنبي من بريطانيا، أحس أن التحدي كان واحد ممكن يكون فخور فيه طبعاً لكرة القدم النسائية. أنا بحس إني فخور بإني بشوف أريج بتقاتل لما ألعب. كرة القدم هي اللي جذبت زوجي لي، لأن إحنا الاثنين نشجع نفس الفريق. فرحت إن في مرأة تحب تمارس كرة القدم، تحب الرياضة إجمالاً، وشيء أجذبني اللي أتعرف عليه أكثر. في البداية أول ما بديت كان جدولي شيء صبح الدوام، أخلص العصر، أرد البيت بسرعة أشيل أغراضي، أسير على النادي أو التمرين ونتمرن لين ساعتين ثلاث، أرد البيت أتعشى أرقد وريبيت نفس الشيء. كبنت يعني عندي أصدقائي، عندي الأهل، عندي رايلي، بس عشان أوصل لهدفي في كرة القدم كان لازم أضحي. أريج تعرف تنظم أوقاتها بحيث أنها بتعمل كل اللي تبغاه، من حيث الحياة كزوجة، من حيث المهنة كديزاينر، من حيث لعبة محترفة، فما حسيت أنها زادت عن الشيء من الثاني. أريج بعرفها أنها كانت مرة قوية وواجهت كثير من الصعوبات في حياتها عشان تحقق اللي تبغاه في حياتها. لما بشوفها بتلعب في الملعب بعرف انها داخليا بتحقق اللي بتأمله وتحب اللي تسويه كمان. لما قالت لي أريج انها تبغى تحاول تكسر الريكورد افتخرت ودعمتها كثير من الناحية هذه. كذا مرة انا فكرت اني اوقف لعب كرة القدم لان عندي اولويات ثانية، بس دائما اذكر نفسي ان هذا كان شغفي، وأنا سويت وايد، ضحيت وايد عشان أوصل لهالمرحلة، وأكيد يوم يكون عندك شغف عندك الإصرار أن تقدرين تسوين البالانس، بس لازم دائما تذكرين عمرك شو سويتي وشو ضحيتي عشان توصلين لهالمرحلة.